شهر مارس، شهر المرأة، المرأة الفلسطينية، المرأة الجامعية بالتحديد. هنا نحن في الجامعة الإسلامية نحتفل بشهر المرأة، يوم المرأة، يوم الأم، المرأة المتعلمة. ونحن بالتحديد الآن في معرض عالم حواء والذي ينظمه قسم الخدمة الاجتماعية. قسم الخدمة الاجتماعية ينظم معرض عالم حواء، ومعنا رئيسة نادي الخدمة الاجتماعية. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. تعرف بحضر. أنا لارا أبو شعبان، رئيسة نادي الخدمة الاجتماعية في الجامعة الإسلامية. لارا، احنا طبعا بنطلع على المعرض وشايفين شغلات كتير حلوه هنا، وانتم مسمين المعرض عالم حواء. احكي لنا عن هدف قسم الخدمه الاجتماعيه من تنظيم هذا المعرض. تمام، احنا اول شيء كخدمه اجتماعيه منظمين هذا المعرض عشان نبرز دور المراه في المجتمع. احنا اصلا تخصصنا خدمه اجتماعيه بيهتم بالمراه كتير، وهي المراه مجال من المجالات احنا متعامل معها كاخصائيين اجتماعيين. هدفنا هان من المعرض هذا انه نسلط الضوء على النساء اللي ما لقوش فرصه انهم يطوروا من ذاتهم ويثبتوا حالهم، زي مثلا النساء اللي بيشتغلوا اونلاين. في عندنا النساء الرسم، هدول اونلاين بيشتغلوا ما لقوش الفرصه انهم يطوروا حالهم ويبينوا في المجتمع. احنا حاولنا قد ما نقدر من خلال هذا المعرض نجيبهم ونبين ايش مواهبهم ونبين ايش قدراتهم عشان يبرز دورهم في المجتمع. كيف شايف الإقبال على هذا المعرض وإقبال الطالبات، طالبات الجامعة الإسلامية، على المشغولات اليدوية اللي بتعملها النساء اللي موجودة بهذا المعرض؟ والله أنا بحكي عن جد، الحمد لله المعرض اليوم كان في عليه إقبال مش طبيعي، يعني لدرجة وقت الافتتاح إحنا ما كناش قادرين نصور من كم الناس اللي كانت موجودة عليه، والكل عجبته الفكرة، خاصة إنه المرأة دايما بتحسيها شوية حقها منتهك شوية بالمجتمع، فإحنا حاولنا نبرزه كل الناس إنه عجبهم هذه الفكرة وحبوا الإشي. قد يكون حق المرأة منتهك في جميع الأماكن، إلا أن حق المرأة في الجامعة الإسلامية يبرز بأبهى صورة. حناخد جولة في المعرض ونتعرف على أقسام وزوايا المعرض والمشغولات اللي بتعرض في المعرض. خليكم معنا. من زاويتنا أنت كهوم، مشغولات يدوية خشبية أنا بشتغلها أنا وأخويا. في عنا بنشتغل أشياء كثيرة من الخشب الطبيعي، في عنا صواني عملنا منها أشكال متعددة، في عندك خشب الطبيعي، خشب زيتون، في الطقم، وفي باكج كامل، باكيت كلينس مع سلة مع متكة، في كساء للكسات، وفي شمعدان. عملنا أشياء كتير، طبعا هدول أشياء بسيطة من الأشياء اللي احنا بنعملينها في البيت لأنه معرض أنا وأخي لحالي، طبعا أنا وأخوي بنشتغل هذا الشغل. طب كيف شايفة إقبال الطالبات على هذا الشغل اليوم؟ طبعا الحمد لله، بس بنتمنى أنه يزيد هذا الإقبال. طب شو بتحكي لقسم الخدمة الاجتماعية وللجامعة الإسلامية اللي وفرت لك عرض هذه المشغولات اليوم هنا بهذا المعرض؟ هو أنا بتشكرهم، وأنا خريجة خدمة اجتماعية من الجامعة الإسلامية، بتشكرهم على الدعم هذا لنا وتشجيعنا في وجودنا في هذا المعرض، ونشكر كل دكاترتنا اللي درسونا وإجوا وافتتحوا المعرض. مبسوطة الحمد لله. كل الشكر لك، أعطيك ألف عافية. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في معرض عالم حواء في الجامعة الإسلامية. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. عارفين على حضرتك والزاوية اللي أنت بتديريها هنا. ولاء خالد يوسف، صاحبة مطبخ ولاء للمأكولات الشرقية والغربية. طبعا إحنا اليوم مشاركين في زاوية بالجامعة الإسلامية، زي ما أنت شايفة هاي منتجاتنا. طبعا إحنا مطبخ بيتي، يعني الحمد لله إلنا 5 سنوات شغالين، خريجين جامعة، ما في فرص عمل، والحمد لله اشتغلنا على حالنا والحمد لله صار لنا اسم بالسوق. كيف شايفة إقبال الطالبات على هذه الأكلات اللي مبين عليها أنها طيبة صراحة؟ كيف شايفة إقبال الطالبات على زاويتك؟ الحمد لله أغلب الصبايا اللي إجوا كانوا جايين من خلال إعلاننا على الفيسبوك وعلى صفحتنا على الإنستغرام، والحمد لله كان قبول حلو يعني من الصبايا. وجهي كلمة لقسم الخدمة الاجتماعية وللجامعة الإسلامية لإتاحة الفرصة لك بالمشاركة بهذا المعرض. طبعا كل الشكر لهم انهم اتاحوا لنا المشاركه بهذا المعرض، طبعا معرض جميل، وطبعا الجامعه الاسلاميه يعني مكان حلو، والحمد لله يعني مبسوطين فيه. كل الشكر لك ويعطيك الف عافيه.
مستمرين معكم مشاهدينا الكرام ومعرض عالم حواء، ومعنا هنا الزاوية اللي أنا بحبها كتير صراحة، زاوية الرسم، ومعنا المسؤول عن الزاوية. يعطيك العافية. الله يعافيك يا حبيبتي يا رب. احكي لنا عن زاويتك، زاوية الرسم، والهدف من المشاركة بهذا المعرض. الهدف في المشاركة أني أوصل رسماتي لعدد أكبر والكل يشوف رسماتي وأقدر أوصلها بشكل أكبر. أنا بصراحة لفتتني هنا لوحة يعني رائعة جدا، ممكن تحكي لنا عن هذه اللوحة أكثر؟ هي لوحة أنا المقصد منها أن أنا عملتها بتخص فلسطين، عبارة عن أنه شعرها عبارة عن جذور شجر والقدس في داخله، وأنه كل تفكيرها حوالي القدس وأنها يعني لقضية فلسطين وفي القدس. شو بتحكي للجامعة الإسلامية اليوم لإتاحة الفرصة لعرض شغلك بهذا المعرض؟ بشكرهم إنهم حاولوا وساعدوني وأعطوني فرصة إن أنا أعرض لوحاتي فيهم وشافوها عدد أكبر، وبشكرهم كثير على هذا الشيء. بنشكرك، يعطيك ألف عافية. المعرض بيتنوع بين العديد من الزوايا، بين الكتب والإكسسوارات والمعجنات وأيضا المزيد من الزوايا، ومعنا هنا زاوية مميزة جدا. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يسعدك يا رب. عرفينا بحضرتك وبالزاوية اللي أنت مسكاها اليوم. أنا أم هيثم حسونة، بأشتغل بالتراث وفي المطرزات، بأصنع خشبيات، حفر على الخشب، حرق على الخشب، بصنع ملابس للأطفال، بعمل اكسسوارات للصغار وللكبار زي ما انت شايفه، وبعمل ثياب وفساتين وشالات وصواني، علب شوكولاته. ما هي سامحكي لنا، شو اللي خلاك تلجا الى هذا الفن، فن التطريز على الاكسسوارات وتشتغلي بهذا المجال؟ اول حاجه التراث هو اساسنا، هو هويتنا، هو الهويه الفلسطينيه، لانه بدا شويه شويه يندحر ينطمس، يعني بطلت الناس تهتم فيه، صارت البني صهيون يحكوا انه هذا تراثهم هم، فهذا شيء خاطئ. هذا التراث في دمنا، في عروقنا، بنرضعه لاطفالنا منذ الولاده، لانه هذا تراثنا، هذا ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. والجميل في الموضوع انه انت دمجتي التراث بالامور العصريه، انه الاكسسوارات وطرزت عليها. كل الشكر لحضرتك ام هيثم. مشاهدينا الكرام، هيك بنكون اختتمنا معكم جولتنا بمعرض عالم حواء الذي ينظمه قسم الخدمه الاجتماعيه بالجامعه الاسلاميه. كل عام والمراه بالف خير، وكل الشكر لكم على المتابعه، والى اللقاء.